لا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أجدد لكم التأكيد على إرادتنا الصادقة وعملنا الحازم في دعم هذه المبادرة. إننا وكلنا سند لكم في مهمتكم النبيلة لتحقيق المزيد من ترقية المرأة تمكيناً لها ومناصرةً لقضاياها التي ليست في النهاية إلا قضايا مجتمعنا في تطلعه وعمله الدائم نحو المزيد من التمكين للمرأة وتأمين المشاركة الناجعة وتحقيق رفاه مواطنيه.